صراحة نتبع خاطر بعد شقال فطر المسلسل نتاع عبد الحميد نتبع فيه. شنو رايك فيه؟ ما عطيش رايي انا شكون سكر العروسة خليهم باب. لا انسى اللي انت انسى اللي انت بوه كمشاهد سي لطفي. انا نشوف حاجة اولا ما نحبش نحن التصويرة ما شفتهاش قبل في التلفزيون التونسي. التصويرة سيناريو ديكور والديكور والليماج والتمثيل والفكرة نتاعها نتاع هبال نتاع واحد معناتها والكاتب نتاعو حاتم سي حاتم بالحاج حاتم مش عادي معناتها. والمخرج شنو قولك فيه؟ المخرج انا نحكي انا التصويره ما شفتهاش قبل تلابس التونسية التصويره هذيك ما شفتهاش ونكون صادق باش نعطي مش خاطر ولدي زعما ما نقولش الحقيقه لا انا نقولها بصدق التصويره هذيك ما شفتهاش ليماج والبريز دو فيو واللوميير واللبسه والتوني والديكور بالنسبه لي انا جديد عليا.